أنا دكتور رشيد الشاعر، حاصل على شهادة الدراسات العليا ماجستير بأمراض جلدية وجراحتها. أتكلم معكم من مجمع عيادات الدكتور أمجد الحقيل بالدمام. رح نتكلم اليوم عن عملية شفط الشحوم. المقصود بعملية شفط الشحوم هي العملية اللي نتخلص فيها من التجمعات الدهنية اللي غير مرغوب فيها تحت الجلد. أهم خطأ شائع أنه عملية شفط الشحوم هي مش للتخسيس، هي للكونتورينج، يعني لنحت الجسم. لذلك نقصد فيها التجمعات اللي ما بتستجيب للرياضة ولا بتستجيب للحمية الغذائية. هذه التجمعات العنيدة هي اللي ممكن نتخلص فيها منها بعملية شفط الشحوم. طورت العملية بشكل كتير كبير بالسنين الأخيرة، خاصة بعد ما صار تجرى بالتخدير الموضعي، ما عاد فيها أي مخاطر بالنسبة للمريض، وما عاد فيها حتى علامات ولا حتى جروح ظاهرة، وخاصة بعد دخول الليزر والألتراساوند، خاصة الفيزر 2 اللي نحن مشهورين فيها بهذا المجمع.